ماكينة تنظيف كربون الماكينة بقشر الجوز وضربها بيعني كعمل إلها ساندينج. هذا الوولنات ساند ديكربونايزيشن كلينر، ماكينة كلها ميتل مش بلاستيك زي القديمة، تمام. 1800 واط، يعني باور عالي جدا، ضغط عالي جدا عن طريق كومبريس خارجية تتركب من هون بالدف اللي هوا فيها فلتر داخلي. افتح لي نشوف. هذا فلتر بفصل القشر الجوز مع الكربون اللي موجود، وإذا بدك البرشر بيصل ل 145 بي اس اي أو 1 ميجا باسكال. هذا الفرد مالتها كمان قوة الشفط فيها كبيرة جدا، تمام، تختصر عليك وقت العمل بشكل كبير. طبعا معاها أدابترات بشكل كبير، الأدابترات موجودة هون وفيها زي الشنطة يعني بتجرها بتحركها بشكل سهل. شوف الأدابترات، يعني كثير أدابترات معاها بحيث تناسب كل الأحجام وكل الصايزات اللي موجودة عندك، وهذه معاها الجلاسز للحماية. إذا يعني جهاز رائع جدا للديكربونيزيشن تبع الماكينة. فيها الإكس الستاندر مود، هذا شفط عادي، إذا شفته مش شغال كويس تقدر تروح على الإكسبرت مود شفطه أقوى كثير، تمام، وبدك تشتغل فيه تتحكم فيه بشكل كثير ممتاز.